اهلا بكم مشاهدينا الكرام في موعد يومي يتجدد دائما على شاشه النيل للاخبار من الرابعه وخمس دقائق وحتى الخامسه بتوقيت القاهره. دائما نتحدث عن موضوع يهمكم ونتخذ فيه ارائكم لتكون موضع اهتمامنا دائما، لكن نلتقي بعد هذا الفاصل في همزه الفاصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. موضوع هذه الحلقه ربما يطرق كل بيت وكل باب مصري، هو قضيه التربيه والتعليم وقضيه التعليم الحديثه لما لها من اثار سلبيه وايجابيه على كل بيت مصري. ربما التعليم شابه الكثير من الشوائب في هذه الفتره نظرا لتشويه الصوره التعليميه وكذلك تشويه بعض من لا كان لهم يد في التعليم، خاصه في ظل الجماعه التي كانت تحكم مصر في السابق عناصر تنظيم الاخوان وكذلك تنظيم الاخوان، تم ادراج العديد من المغالطات التاريخية. وفي هذه الفترة يتم مراجعة المناهج التعليمية بكل دقة حتى يتم تنقيح هذه الكتب وتعود إلى سابق عهدها من جديد. كذلك كل نظام يأتي ربما يدخل صورته التعليمية أو يدخل في الصورة التعليمية بعض المناهج التي يريد أن يدخلها، ويتم بالتالي تشويه أو يعني تزييف وتحريف بعض المناهج التعليمية. لابد أن تكون المنظومة التعليمية خالية تماما من أي عواقب أو من أي مغالطات تاريخية، لابد أن تكون العملية التعليمية بتسير بكل دقة وبكل يسر وبكل سهولة. أيضا في هذه الفترة نلاحظ تدني كثير في الرواتب بالنسبة لمن يقوم على هذه العملية التعليمية من مدرسين ومن أعضاء هيئة التدريس، فلابد أيضا من مراجعة العملية التعليمية حتى نستطيع القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل كبير، وهي توفير المسكن والعمل اللائق وكذلك الأماكن اللائقة بالطلاب، بالإضافة أيضا إلى توفير الرواتب اللائقة لكل أعضاء هيئة التدريس سواء من المدرسين أو حتى من الجامعيين حتى نستطيع إلغاء هذه ظاهرة الدروس الخصوصية. دعونا نتواصل معكم مشاهدينا في هذه الفقرة أو في هذه الحلقة من همزة وصل، لكن نتواصل فقط عبر موقعنا على فيسبوك الذي سيظهر أمامكم الآن على الشاشة، نستطيع تحديده هو فيسبوك همزة وصل .ag. نستطيع أن نتواصل معكم على هذا الموقع فقط نظرا لبعض المشكلات وبعض التقنيات التي أصابت الهاتف لنا، فإن شاء الله بالغد ربما تكون في انتظار حضرتكم على الهاتف. نشكركم حسن المتابعة، نتحول إلى تقرير ثم نعود مرة أخرى ونتواصل مع حضرتكم. أصبحت منظومة التعليم في مصر من أكثر المنظومات تعقيداً والتي تعرضت للإهمال، حتى أصبح التعليم في مصر يعتمد على الكم وليس الكيف. فمع اختلاف منظومات التعليم من تعليم أساسي وفني وجامعي وتعليم خاص ودولي، يشهد التعليم في مصر مشاكل خاصة ترتبط بتدني مستوى التعليم والطالب والمعلم، وهو نتاج طبيعي لعدم الاهتمام بالأبنية التعليمية وعدم الوضع في الاعتبار الزيادة المضطردة في عدد الطلاب وعدم التواكب مع أحدث الأساليب التعليمية وتدني مستوى الأجور بالنسبة للمعلمين وعدم كفاءة أداء المعلم والمناهج التي تعتمد على الحفظ بعيدا عن التطبيق، لا سيما عدم توافق التعليم الجامعي مع سوق العمل، ما ينتج لنا جيلا حاملا لشهادات ليس لها أي تفاعل مع المجتمع. ويرى المهتمون بالعملية التعليمية في مصر بأن منظومة التعليم لابد أن تضع أهدافا واضحة، وهي تنشئة جيل واع ومثقف، وهو ما يجعل تطبيق القيم الأخلاقية يتم تحت إشراف أساتذة متخصصين في التربية. ولابد أن ترعى الدولة أهمية أن المعلم هو القدوة والمثل الأعلى، ما يجعل من تدريب المعلم على كيفية التواصل مع الطالب وتعليم أساليب الحوار والمناقشة وإعطائه دورات تدريبية في كيفية توصيل المعلومة بأحدث الأساليب العلمية ضرورة ملحة، وتعديل أجور المعلمين للرفع من مستوى معيشته لمحاربة الدروس الخصوصية وسن القوانين لمنع تلك الظاهرة وإعادة هيكلة المناهج لتتناسب مع العصر الحديث.
فالمنظومة التعليمية مبنية على 4 محاور رئيسية هي المعلم والأبنية التعليمية والمنهج والطالب، وهو ما يتطلب خطط لتطوير العملية التعليمية بشكل عاجل لإنقاذ الأجيال القادمة. استمعنا في هذا التقرير إلى بعض الفقرات التي تقول لابد من مراجعة العملية التعليمية، وكذلك أيضا لابد من خطط جديدة حتى نستطيع النهوض بالتعليم كما نهضت بعض الدول في هذه الفترة. نستطيع أن نشوف آراءكم ونرى آراءكم عبر الموقع الإلكتروني، موقعنا على فيسبوك وكذلك على تويتر مع الزميلة إيمان الشيخ، التي نرى لديها المزيد بالفعل عن أفكاركم حتى يتم إدراجها أو نقلها إلى المسؤولين لتكون هناك عملية تعليمية واضحة وشفافة وكذلك استفادة واضحة لكل الطلاب. أراك إيمان، تفضل إيمان، الجديد لديك عبر الموقع الإلكتروني. نعم عمرو، معظم الآراء والتعليقات والمشاركات التي وصلت منذ أمس على صفحتينا الفيسبوك وتويتر صارت في اتجاه التأييد أن منظومة التعليم المصري تحتاج بالفعل ليس فقط إلى بعض التعديلات، ولكن تحتاج إلى تغيير جذري وكلي في هذه المنظومة وإعادة بنائها من جديد. وأستعرض معك ومع مشاهدينا بعض من التعليقات التي طرحت الكثير من المشاكل التي تواجه منظومة التعليم في مصر. أبدأ بتعليق من سعيد والذي يقول: نعم هي منظومة فاشلة. أما ندى محمد من قصر الشيخ تقول: نعم منظومة التعليم في مصر تحتاج إلى إعادة نظر في حاجات كتير مثل الميزانية، فالتعليم في مصر يحتاج على الأقل 20 مليار جنيه للنهوض بالعملية التعليمية من حيث الأبنية وإعادة صياغة المناهج، والأهم من ذلك هو الاهتمام بالمعلم وزيادة الراتب الخاص به، فالمعلم في كل بلاد العالم يحتاج أو يأخذ أعلى راتب. مجدي ابن البلد يقول: الموضوع جميل وهو روح المجتمع السبب الرئيسي في البطالة اللي في البلد هي منظومة التعليم، فهي المسؤولة. مثلا كم واحد خريج تجارة أو إعلام أو زراعة أو هندسة أو طب وغيرها من أقسام هم ليس لهم مكان حقيقي للعمل، وهو يعتذر عن طول التعليق. نرحب بك دائما أستاذ مجدي ونرحب بتعليقاتك ومشاركاتك في على صفحتنا همزة وصل. خالد سلامة يقول: يكفي أن ننظر في تقرير التنافسية العالمية لعام 2013 لتعرف النتيجة. التفاصيل في التقرير، ولكن باختصار مصر تتصدر المكانة 148 تقريبا في جودة التعليم الابتدائي، وهذا يعني أنها الأخيرة، والعام الماضي كانت في المرتبة 148 يعني أيضا في المرتبة الأخيرة. وهو يضيف أن التعليم الثانوي ليس أفضل حالا من التعليم الجامعي، وقد بعث إلينا بهذا التقرير الاطلاع عليه. محمد الغنين يقول: تحتاج إلى تغيير جذري وهيكلي. إمام إسعداني تقول: تقصد محتاجة إعادة تنظيم وتأديب وإصلاح وترميم وهيكلة، أقصد إعادة بناء بشكل كامل. كما طلعنا مشاهدينا على هذه التعليقات تقول أو كلها تسير في اتجاه حاجة منظومة التعليم في مصر إلى تغيير كلي وجذري لإعادة بنائها من جديد وللحصول على نتائج أفضل في الأجيال القادمة. مشاهدينا، عودة من جديد إلى الزميل عمرو، وبداية لشكل آخر من أشكال التواصل معكم عبر الاتصالات الهاتفية. ليك عمرو. بالفعل إننا سنعود إليك في وقت لاحق. يمكن أغلب الآراء تصب لابد من تغيير الجذري وتحسين مستوى التعليم وكذلك مستوى المدرس او مستوى من يقوم على العمليه التعليميه حتى نتم الحد من ظاهره الدروس الخصوصيه بشكل او باخر. نعود الى شكل اخر كما قالت ايمان، شكل اخر من اشكال التواصل، وهو التواصل الهاتفي مع بعض المتخصصين ومن بعض من لهم ربما صنع القرار في العمليه التعليميه. ينضم الي دكتور حسني السيد الاستاذ بالتربيه وتطوير المناهج، ثم الاستاذ محمد بدران رئيس اتحاد طلاب مصر، والاستاذ ابراهيم راجح مستشار وزير التربيه والتعليم للانشطه. اهلا بكم جميعا على شاشه النيل الاخبار. واتحول اولا الى دكتور حسني السيد استاذ التربيه وتطوير المناهج، اهلا بك وتحياتي لك اولا دكتور حسني. اهلا وسهلا استاذ عمرو. دكتور حسني، اذا تحدثنا عن نقطه التعليم، ونقطه التعليم ربما هي النقطه الهامه جدا في هذه الفتره حتى نتم من خلالها يعني تخريج نشأ وتخريج جيل قادر على ان يتواكب مع المتغيرات العصريه، كيف نستطيع ذلك وكيف الطرق والسبيل الى ذلك في ظل تاخر شديد جدا في العمليه التعليميه؟ الحقيقة التعليم هو القوة الحقيقية التي نمتلكها. نعم. والتي تمتلكها أي أمة تريد أن تنظم. نعم. أنا سمعت في كلام حضرتك وفي كلام التقرير الأول مش التقرير الثاني بتاع
المتصلين او طيب كلام محترم جدا جدا، لكن احنا مش محتاجين زي ما البعض بيقول ان احنا اعادة بناء واعادة كذا وكاننا نهدم، هذا كلام غير صحيح. نحن في حاجة الى تطوير التعليم، والتطوير دائما يحتاج الى تطوير اخر، التطوير عملية مستمرة. ومن جملة الأرني قيل احنا فعلا محتاجين لمبنى ومحتاجين لأداد معلم جيد ونديله حقه ونتخلص من الخصوصية، ومحتاجين لمنهج متميز، ومحتاجين لمعامل جيدة في كل معمل كمبيوتر ومعمل لغات إلى آخره يعني، ومحتاجين أيضا لميزانية زي الأخت اللي قالت 20 مليار، لا ده احنا محتاجين 60 مليار. كانت عايز أقول الأرقام، التقرير اللي انتوا قلتوه بتاع ان مصر رقمها 148 على يعني الاخيره بالضبط، يعني 148 ده في التعليم الاساسي اللي هو الابتدائي والاعدادي. احنا مع الاسف عندنا مشكلات كبيره جدا في التعليم، لكن ما زال عندنا الامل لان التعليم هو المستقبل، وان التعليم ان لم تحل مشاكله يبقى اي دوله قديمه، مش مصر بس، اي دوله تحل مشكلة البطالة وتحل مشاكل كثيرة جدا لابد ان احنا نقع بها زي كتير جدا من الامم، بعض الامم. طيب دكتور حسني، يعني دكتور حسني عفوا للمقاطعة، يعني حضرتك متخصص في تطوير وفي نظام التربية تطوير المناهج، يعني كل نظام يغير او كل نظام يتغير ربما يدخل مدخلاته داخل التعليم، كما راينا في كتاب التربية الوطنية في الفترة السابقة تم ادراك بعض الموضوعات، ربما البعض يعني السيد وزير التعليم خرج الان ليغير هذا الكتاب وينفي او يغير تاريخ جامعة الاخوان، يعني هل كل نظام ياتي يدخل مدخلاته داخل الكتب ويدخل المدخلات داخل عقول التلاميذ؟ كيف نستطيع ان يكون التعليم مستقل تماما بعيد عن اي نظام؟ الحقيقه انا مختلف مع حضرتك شويه في المساله دي، لان مع الاسف معظم وزراء التعليم على الاقل ابتداء من فتح السور في الثمانينات حتى الان كل واحد بيجي بيبقى عينه على الثانويه العامه بالظبط، عينه على الكتاب اللي مش عارف ايه، والمنظومه فيها فساد كبير جدا جدا، يعني بقى لها 3 4 عقود على الاقل، يعني انما على الاقل 3 عقود او 4. نعم. واي حد بيجي يقول لك انا عايز اعمل استراتيجيه للثانويه العامه، وده كلام طبعا مع الاسف احنا كلنا احنا المجتمع كله دفع ثمنه غالي جدا جدا جدا. مساله بقى كتاب التربيه الوطنيه دي جزئيه بسيطه قوي، انا شخصيا لما اطلع على هذا الكتاب انما قيل ان في اشاره لرابعه في الغلاف الخارجي، انما جوه الكتاب انا الحقيقه لما اطلع وطلبت اكثر من مره من الحاجات، انما التاريخ لم يحدث فيه اي تغيير من وجهه نظري. كتاب التربيه الوطنيه يا فندم، كتاب التربيه الوطنيه، نعم انا بتكلم على التربيه اللي هو فيه قالوا فيه اشاره لعلامه رابعه، الكلام اللي جواه انا ما يعني كان بعض الصحفيين جاب بعض القطعات كده وقالوا ان على التلاميذ الانضمام الى جماعه، وكلمه جماعه ما كانش يعني ما يعني هل كان مقصود بها جماعه الاخوان او جماعه الاخوان، ما كانتش واضحه يعني. نعم. انما دي قضيه فرعيه الحقيقه ومش عايزين نكبرها. طيب دكتور حسني ارجو ان تبقى. اكبر كبير قوي من ان احنا نبقى كل حاجه عندنا فوق يعني اخوان. نعم. طيب دكتور حسني ارجو ان تبقى معي لمده دقائق بس اسعود عليك مره اخرى، اتحول الى السيد محمد بدران رئيس اتحاد طلاب مصر. يعني محمد وانت رئيس اتحاد طلاب مصر بالطبع لك دور، وربما لابد ان يكون لك دور حتى تطلع على المناهج ويكون لكم اراء في هذه المناهج التي تدرسونها في الجامعات، ولابد